بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغايه كورنثوس الاولى اصحاح 14، وده هيحتاج مننا ان احنا نعمل مراجعه سريعه على كورنثوس في دقائق عشان نشوف ايه حكايه كورنثوس 14. افكركم كورنثوس كانت بلد مشهوره كبيرة غنية مليانة فلسفات، مليانة وثنية وإلحاد إباحية، ميناء شبه عالمي في الزمن ده. وبولس الرسول لما دخل في بداية خدمته كان هيمشي لولا أن ربنا يسوع له المجد جاله وقال له ما تسيبش البلد، أنا ليا فيها شعب كبير. وقعد بناء على الرؤية دي سنة ونص يكرز، وبدأت كنيسة قوية تنشأ في كورنثوس. بعد كده مجرد ما سابها عشان يكمل رحلته التبشيرية التانية بدأت مشاكل ورا بعض في كورنثوس. فرسالة كورنثوس الأولى هي رسالة تعتبر للرد على المشاكل اللي حصلت بعد خدمته. أول مشكلة تعرض لها مشكلة الحزبية والانقسام، ووبخهم بشدة على قولة أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح، وابتدى يعلمهم إزاي يتواضعوا ويتحدوا ويبقى الهدف الأول والآخر ربنا يسوع له المجد. تعامل مع مشكلة خاطئ كورنثوس الشاب اللي أخطأ في خطية زنا، وتعامل بشدة بسبب الإباحية والاستهتار الموجود في البلد، وعزلوا عن الكنيسة. إنما في كورنثوس الثانية زي ما عرفنا رجع قبله لما تاب وشفع فيه كل أهل كورنثوس. بعد كده تناقش معنا في كذا مشكلة، زي مثلا مشكلة القضاء المدني، ازاي كشعب كنيسة تحكموا او تقاضوا بعض قدام ناس وثنيين ملهمش في المسيح. مشكلة ما ذبح للأوثان، ناكل ولا ما ناكلش اللحمة، وبعد ما قال يجوز تاكلوا ما هو ما فيش حاجة اسمها وثن، ما فيش غير رب واحد وإله واحد، رجع وقال إن كان أكل اللحم هيعثر أخي، لا بس ما تاكلش لألا يعثر ويهلك بسبب حريتك أخوك اللي مات المسيح عشان. اتناقش كمان مع يعني عرض مشكلة الزواج والبتولية، لأن كانوا بيسألوه هل يجوز نتزوج ولا لا، وهل الأرامل يتزوجنا ولا لا، وابتدى يحط قواعد للزواج والبتولية. وإن كان قد أظهر فضل البتولية إنه إنما هو دافع بشدة عن قدسية الزواج وعن حقوق الزوج والزوجة والزواج بامرأة واحدة، كل القضايا دي عرضها. بعد كده دافع شوية عن رسوليته، لأنه اتهم في ذاته هو في شخصه إنه مستفيد ومستنفع من خدمته بشكل يهين رسوليته، فدافع بشدة وابتدى يوضح منهجه إنه عايش يركض ويسعى عشان يقف قدام ربنا يسوع له المجد، وانتهى بالجزء ده أقمع جسدي واستعبده لألا بعدما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. لما لقى نوع من التهاون في التعامل مع موائد الوثنيين، يعني كان في ولائم للذبائح في خدمة الوثنية، هنا خد موقف شديد وقال لهم انتوا ناسيين ان اليهود اللي ضيعهم ان هم واربوا الباب في التعامل مع الأمم ورجعوا لعبادة الأوثان، هل نأكل من مائدة الرب ثم نأكل من مائدة شياطين، وشد عليهم جامد في الموضوع ده. بعد كده تعامل مع مشكلة وضع المرأة بالنسبة للرجل ووضع المرأة بالنسبة للكنيسة ككل، وعلمنا ان رأس المرأة الرجل ورأس الرجل المسيح، وانه المساواة في القيمة لا تلغي ابدا القيادة للرجل على المرأة. دافع كمان عن قدسية سر التناول في كورنثوس 11، واشار الى التهاون اللي دخل كورنثوس انهم بياكلوا كأنهم بياكلوا اكل عادي وبيستهتروا، والبعض بيشرب خمرة، وكان شديد قوي لدرجة قال لهم انتوا هتبقوا مجرمين في حق جسد ربنا ودمه، وان هتاخدوا دينونة على هذا الاستهتار، وكان واضح جدا وصريح
في إعلان إيمان الكنيسة إن ده جسد حقيقي ودم حقيقي. من إصحاح 12 بدأت معانا مشكلة المواهب الروحية. تلاحظوا كورنثوس مليانة مشاكل، إنما جت مصلحة إن احنا نتعلم، كل مشكلة بنطلع منها بدرس ودروس. من كورنثوس الأولى 12 لغاية 14 اللي هنبتدي فيه النهاردة، دي مشكلة الألسنة. إنما قبل ما يناقش موضوع الألسنة، الأول ابتدى يتكلم عن المواهب عامة، إيه هي المواهب الروحية؟ وإيه دورها؟ وإيه أساساتها؟ ده اللي ناقشه في كورنثوس الأولى 12، وإدانا شوية مبادئ مهمة. قال لنا المواهب زي المعجزات، زي التعليم، زي التدبير، زي الألسنة، زي ترجمة الألسنة. الحاجات دي عطايا الروح القدس لبنيان الكنيسة. وبالتالي لازم يكون بينها وبين بعض انسجام وتفاهم زي أعضاء الجسد الواحد. وإن ما كانتش الموهبة دي من الروح القدس تبقى مؤذية، ما تبقاش مفيدة. وإن ما كانتش المواهب دي لبنيان الكنيسة تبقى مؤذية. ولو راحت للمجد الشخصي بتاع صاحبها تبقى مؤذية جدا ومهلكة لصاحبها وللي هيمشي وراه. وبعد ما عرض المواهب باستفاضة قال لهم بصوا في حاجة أهم من المواهب كلها. ودخل في كورنثوس 13 وقال إيه؟ المحبة أهم. لو كنت بتكلم بألسنة الناس والملائكة ما عنديش محبة، بقيت زي نحاسة طن وصان جيرين. لو كان عندي إيمان أنقل الجبال ما عنديش محبة، يبقى أنا ما استفدتش حاجة. وهكذا. وابتدى يوصف لنا المحبة بصفاتها. المحبة دي طلعت كلمة كبيرة قوي تحتاج لجهاد العمر كله. وزي ما شفنا أن المثل الأعلى فيها ربنا يسوع له المجد نفسه. وميزها حتى على الإيمان والرجاء، وقال الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. كل ده لسه هيدخل في موضوع الألسنة. برضو أقول لكم مقدمة تاني مفيدة فهم إصحاح 14. صح ده مهم قوي ومفيد قوي، لأن الزمن ده أصبحت بعد الحركة الخمسينية أصبحت مهم قوي الإصحاح ده في فهم موهبة الألسنة ومركزها الطبيعي وإيه الانحرافات اللي ممكن تحصل فيه. فكورنثوس احنا قلنا الناس مضروبة بنوع من الافتخار والكبرياء والحكمة العقلانية الأرضية، وده وقعهم في حزبيات، وقع واحد منهم في الزنا، وقعهم في الاستهتار، استهانوا بمائدة الرب، وقعهم في قولة احنا بنفهم وانتم ما بتفهموش، وحاجات كتير. فمن ضمن التجاوزات اللي حصلت انه موهبة الألسنة دي بدأت من يوم 50. سمعنا ان الاباء الرسل اتكلموا بألسنة، لغات طبيعية حقيقية من اجل الكرازة. ذكرها معلمنا لقى في اعمال 2 لغات حقيقية، حوالي 14 لغة مثلا. وابتدوا يعرفوا يتكلموا الناس بلغتهم، فكانت معجزة موهبة علشان بنيان الكنيسة. وبعد شوية لما الكنيسة انتشرت أصبح في كل حتة في العالم في مؤمنين بيكرزوا للناس بنفس اللغة، فبدأت القصة دي تنحصر. وده طبيعي، وضع طبيعي، لأن الروح القدس مش بيستعرض المواهب إنما بيستخدم المواهب لبنيان الكنيسة. في كورنثوس طلعوا ناس يتكلموا بلغات غير مفهومة ويدعوا انها موهبة الروح القدس، والبعض بيقول لا مفهومة بس اللي يترجم. فبقت الكنيسة متشككة، يا ترى الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده مش مظبوط. وبعدين في اجتماعاتهم كان يقف 2-3 يتكلموا في نفس الوقت، وبعدين محدش قادر يفرمله، ليه؟ يقول لك الروح القدس بيقول. فبقت الحكاية فيها تشويش وبلبلة. وبعدين ممكن تبقى الرسائل فيها شيء من التعارض بينها وبين بعض. طب هو الروح القدس هيقول حاجة عكس اللي بيقولها على واحد تاني ليه؟ فمعلمنا بولس بدأ يحط يعني زي كده برواز للحكاية ويظبطها، لأنه ما يقدرش يقول ما فيش ألسنة. ما في ألسنة طبعا من يوم 50، ده هو نفسه يقول أنا بتكلم بألسنة أكتر من كل الناس. طلعت الموهبة دي عند بولس نفسه، إنما واضح استخدامها وأولويتها في حياته. أول حاجة هيهتم بإثباتها معلمنا بولس هنشوف دلوقتي، إنه يأكد تاني إن المحبة أهم، وإن مش مهم خالص تبقى عندك موهبة، لكن ضروري يبقى في محبة.
تاني حاجة هيقول مين قال ان الألسنة اهم موهبة؟ النبوة بمعنى الوعظ والتعليم وفي تفسير ما يطلب الله من الناس، ده اهم جدا من الألسنة. وبعدين هيأكد ان الألسنة قد تكون آية لغير المؤمنين، يعني الشخص غير المؤمن اللي لغته مختلفة، يجوز انه شخص مؤمن ياخد لسان عشان يكلمه عشان يفيده، انما اذا كنا مؤمنين مع بعض بنتكلم نفس اللغة، في قيمة الألسنة إذن في قيمتها بقى، بدل احنا بنتكلم نفس اللغة. كل ده هيقوله في كورنثوس 14. وبعدين هيقول أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، مفيش حد يقف كده يقول أنا ما أقدرش أسكت، الروح القدس بيقول لا. مين قال كده؟ الموهبة دي خاضعة لصاحبها، يقدر يسكت ويقدر يظبط نفسه. واضح أنه واخد موقف متحفظ جدا على الألسنة. يبقى اللي بيقروا الإصحاح ده لو أروب بوعي وحكمة وتلمذة بفكر أباء، يرجعوا لتفسير الأباء، هيلاقوا ان معلمنا بولس متحفظ جدا، بالرغم ان هو عنده ألسنة، عنده الموهبة، ومش بيقول ان الألسنة غلط من بابها، محدش يقدر يقول كده، لانها موهبة حقيقية موجودة في سفر الأعمال، انما استخدامها قد يعني ينحرف، زي المعجزات نفسها، حتى استخدام المعجزات قد ينحرف. طب مرة المسيح الدجال في المجيء قبل المجيء الثاني هيعمل معجزات اكتر من اي حد، إنما هتبقى معجزات بيد شطار. إذن يجوز للمواهب أن تنحرف. طبعا ممكن واحد مفوه وخطيب ومعلم ينحرف في تعليمه ويبقى موهوب، إنما موهوب وينحرف يضيع نفسه اللي حواليه. ده اللي هنشوفه دلوقتي في كورنثوس الأولى 14. ختمنا كورنثوس الأولى 13 بالآية المشهورة: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة كأعمدة للحياة المسيحية، ولكن أعظمهن المحبة. وشفنا ليه المحبة أعظم الكل، لأنها هي اللي هتدخل بينا لغاية حضن الله في السماء. أما الإيمان والرجاء يدوب يوصلون السماء، ولا يعود هناك إيمان في السماء، لأننا سننظر ما كنا نؤمن به وسنصل إلى ما كنا نرجوه. مش هيفضل لنا غير إيه؟ الحب اللي ارتبطنا به بربنا والملائكة والقديسين، نكمل في محبة بلا حدود. يبدأ إصحاح 14 بكلمة اتبعوا المحبة. يبقى بعد ما خد 13 كله في وصيه المحبة، رجع تاني يقول امشوا وراء المحبة. ودي وصية مهمة ومكررة. اللي درس معانا رسالة يوحنا الأولى تلاحظوا إنه يعيد ويزيد، أهم حاجة حبوا بعضكم بعض. بطرس الرسول يقول قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض جديدة. بولس الرسول قال كل المواهب وقال الإيمان والرجاء، ورجع قال أهم حاجة اتبعوا المحبة. لأن ساعات الشيطان من حيله لما يلاقي واحد نشيط روحيا يسحبه في اتجاه روحي بس مش من أولويات الحياة الروحية، يشغله بالعلم الروحي ومعه حتة كبرياء تسحبه بره، يشغله بمواهب روحية ومعها شوية ذات وافتخار مديح وبتاع ويطلعه بره الخط. انما اللي هيحب مش هيعرف يطلع بره الخط، هيعمل كل اللي قاله: لا تطلب ما لنفسها، لا تفاخر، لا تحسد، لا تحتد، لا تظن السوء، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط ابدا، ده الكارت اللي لا يمكن يخسر ابدا، دي السكة المضمونة المأمونة اللي لازم توصل السماء لو مشيت وراها كما هي، لأن الله محب. اتبعوا المحب، ولكن جدوا للمواهب الروحية. هنا يعني ما فيش مانع واحد عنده موهبة يهتم بيها، لأن في وصية تانية يقول لا تهمل الموهبة التي فيك. كان ربنا مديك موهبة لبنيان الكنيسة وما له اهتم بيها لأنها لبنيان الكنيسة، لكن قبل منها اتبعوا المحب. وبالأولى أن تتنبأوا. يبقى حب يحط أن أهم موهبة حاليا بعد انتشار الكنيسة هو التنبؤ. يعني إيه التنبؤ؟ لأن التنبؤ في العهد الجديد مش بمعنى العهد القديم. في العهد القديم النبي كان يخبر الناس بحاجتين مهمين، كانت رسالة كل نبي أن يقول المسيح جاي ويتكلم عن عما سيحدث،
احنا ساعات نفتكر النبي هي دي شغلته الوحيدة ان هو بيتكلم عن المستقبل. لا، ده شغلانة النبي اساسا هي توبة الشعب. لو قريتوا كل الانبياء الصغار والكبار كلهم رسالتهم الاساسية ان الشعب يتوب ويرجع لربنا، بالاخص لان المسيح جاي يخلص الناس، فاستعدادا لمجيئه. يعني يوحنا المعمدان اول رسالة واهم رسالة ليه ايه؟ توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. وابتدى يقول لما قالوا له انت ايه؟ قال لهم انا صوت، انا صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب. هذه رسالة النبي. فالتنبؤ هنا مستمر في معناه، موهبة التنبؤ اقرب الى الوعظ اللي بيحرك قلوب الناس للتوبة. هذه الفكرة. فمعلمنا بولس يقول اهم رسالة للكنيسة دلوقتي هي التنبؤ. تنبؤ بمعنى صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل جبل ينخفض، كل وطاء يرتفع، تصير المعوجات سهلة والعراقيب طرقا مستقيمة. يعني ايه؟ يعني اضبط حياتك، ربنا داخل حياتك، هتقابل ربنا. دي رسالة الانبياء، وهذه الرسالة يستمر الروح القدس في تغذية الكنيسة بها. اما عن المستقبل فقد دخلنا في العهد الجديد اللي هو كان اهم نبوة للعهد القديم، ان المسيح آتي. حين اتانا المسيح ما عادش يهمنا المستقبل كتير الا في جزئية ان المسيح جاي تاني على السحاب، لكن خلاص المسيح معانا، المسيح فينا. فاصبحت النبوات او التنبؤ اساسه هو فكرة التوبة عشان تتمتع بالمسيح اللي عندك. فهنا لما يقول بالأولى أن تتنبأوا لا يعني بالضرورة أبدا، ما بيتكلم عن مستقبليات زي ما هيبان في الكلام، لا مش بيتكلم إن واحد يتكلم يقول أسرار المستقبل، لا ده دي ما تفرقش دلوقتي. إنما اللي يفرق إن التنبؤ موهبة تدفع الشعب أو الكنيسة إلى التوبة، ودي رسالة الخلاص اللي مشغولة بها الكنيسة. فقال لهم موهبة الألسنة دي هتوصل للتوبة؟ دي بتوصل ان الناس ممكن تفتخر على بعض وتتباهى، انما ممكن قوي ما توصلش للتوبة. لان من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لان ليس احد يسمع. خلي بالكم الآية دي مفيدة ومهمة قوي عشان نعرف التطور اللي حصل في 30 سنة من يوم 50 لليوم اللي بيكتب فيه كورنثوس. هي الحقيقة موهبة الألسنة لما سمعنا عنها في أعمال 2 كان بتكلم الناس ولا الله؟ الحقيقة كانت أساسا رسالة للناس، لأن يقول يسمعونهم يتكلمون بلغتهم. إذن الناس كانت واقفة منبهرة، إزاي واحد زي بطرس يتكلم مثلا عربي ولا يتكلم لاتيني وهو رجل غلبان، ويوحنا ويعقوب. فدي كانت المعجزة بتاعت يوم 50، لأنه دلوقتي انتشرت الكرازة في كل مكان، بقى سوء الألسنة بيقل. فلما واحد يتكلم بلسان ما بقاش بيكلم المجتمعين، الناس مش فاهمة هو بيقول ايه، واخدين بالكم؟ فبقى يقول انا بكلم ربنا. فقال خلاص، حتى لو كان بيكلم ربنا، هو لما بيتكلم مع ربنا الناس مش فاهمة، طب ما يكلم ربنا في سره. واضح اول تحفظ؟ يبقى هي الألسنة في الأصل كانت لغة للتعليم عن المسيح، لغات حقيقية، لغات بشرية معروفة، إنما ما يعرفوهاش التلاميذ الرسل والمبشرين. دلوقتي الكلام أصبح أو الإدعاء إنه من يتكلم بلسان لا يكلم الناس. يبقى حصل تطور في الموضوع، بقى لما بيقولوا له أنت ليه بتكلمنا لغة مختلفة ما إحنا زي بعض؟ يقول أنا سيدي بكلم ربنا. يقول إيه؟ لأنه ليس أحد يسمع. هنا ليس أحد يسمع اللغة، محدش فاهمها، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. بولس ما قدرش يقول أنه ما فيش ألسنة، فبيقول يجوز أن الإنسان يكون بيتكلم بلسان مع ربنا. يعني إيه؟ هو حاسس بربنا بانفعالات معينة، زي واحد إيه يئن في القداس مثلا، يتنهد، هو حاسس بمشاعر وأفكار جواه، دي حاجة بينه وبين ربنا، خليها بينك وبين ربنا، مفيش مشاكل. في جواك معاني، في جواك أفراح، تعزيات، دموع، طب ومال؟ دي لغة بينك وبين ربنا. إيه بقى لزوم إنك أنت تعمل صوت بدل الناس مش هتفهم أنت بتقول إيه؟
اما من يتنبأ فيكلم الناس، ده شكل طبيعي، اللي هيعلم بقى بنفس اللغة ده بيكلم الناس ببنيان بوعظ بتسلية. يعني ايه؟ يعني بيبني الناس، بيوعظهم عشان يتوبوا، بيعزيهم. تسلية هنا مقصود بيها تعزية او راحة، يعني واحد مثلا يكون معاه ناس مجربين يكلمهم بوعود الله ومحبة الله، يريح قلبهم يطفي نارهم، ده اسمه تنبؤ برضه، بنيان وعظ تعزية. ده كلام مفيد، الناس قاعدة مستفيدة لأنها فاهمة اللي بيتقال، متابعة مركزة، بتتبني بتتوعظ بتتوب بتتعز. من يتكلم بلسان يبني نفسه. في الوضع الحالي بتاع كورنثوس في بداية الستينات أصبح من يتكلم بلسان لا يبني الكنيسة. ما هو في 12 كان عمال يقول المواهب لبنيان الكنيسة، ده غرضه. دلوقتي بقينا في الستينات من القرن الأول، إن وجدت الألسنة أصبحت مجال لبنيان الشخص نفسه. إن وجدت، إن وجد إنسان بيتكلم بلسان صحيح، ده حاجة بينه وبين ربنا، لغة هو فاهمها، المفروض يكون فاهمها طبعا، اللي لسه هيقول لو مش فاهمها يبقى مش صلاة خالص. لو هو نفسه مش فاهم بيقول إيه يبقى بيخدع نفسه بقى، يبقى ما بقتش صلاة خالص بقى، بقى كلام كده بيتقال لا هو فاهمه ولا الناس فاهماه، طب دي بقت حاجة مش صحية خالص. فبيقول تجاوزا، أو يعني إذا كان بيتكلم بالروح بأسرار، دي حاجة خاصة سرية بينه وبين ربنا، يبقى بيبني نفسه. إنما الأهم دلوقتي مش بينه وبين ربنا، وهو بيقوم بدور مع الناس، هيكلمه بلسان ليه؟ من يتكلم بلسان يبني نفسه، أما من يتنبأ فيبني الكنيسة. واضحة؟ متابعين؟ من يتنبأ يبني الكنيسة، يعني قلنا التنبؤ هنا بمعنى الوعظة مثلا يعني، أو الدعوة للتوبة. ده بيبني الكنيسة كلها، إنه بيقول كلام مفهوم حرك القلب. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة. خلي بالكم اللي عندهم ألسنة أو اللي بيقولوا كده، دايما عندهم اعتقاد إن الناس أقل منهم فغيرانين منهم. غيرانين منهم. فطبعا بولس لأنه كان مخبي الحكاية دي، هيقولوا له أصلك أنت غيران ما بتعرفش تتكلم بألسنة، فعاوز بس تقفلها علينا. قال لهم بصوا، كان عليا انا كنت احب ان كلكم تتكلموا بألسنة، مفيش مشكله، بدل بينك وربنا كلموا باي لغه تحبها، بدل فاهم بتقول ايه. فبيقول اني اريد ان جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالاولى، شوف الحكمه، بالاولى ان تتنبأوا عشان تفيد الكنيسه ككل. ما تيجي لاخوك عاوز تشجعه على الكنيسه او على التوبه او على شرح الانجيل او على حياة روحية، مش تقول له كلام مفهوم، مش تقول له كلام يفرق معاه يحرك قلبه، ولا تقول له كلام طلاسم؟ طب ايه قيمته؟ لان من يتنبأ اعظم ممن يتكلم بألسنة، مع ان حط قبل دول كلهم ايه المحبة اعظم الكل، انما قال لهم حتى جوه المواهب في درجات. كنت عايزين تعرفوا بقى مجرد هذا الوعظ والتعليم والتنبؤ اعظم من الكلام بألسنة، لأن الناس مبهورة بالألسنة، إنما الوعظ العادي اللي ممكن يحرك القلب ويتوب الناس، أو ممكن الناس كلها يبقى لها فيها شوية، لكن الألسنة حاجة كده إيه شكلها غريب. فقال لهم صدقوني التنبؤ أعظم من الألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. يجوز إن واحد يتكلم بألسنة فواحد تاني يترجم اللي بيقوله، إذا كانت اللسان ده يعني عمل الروح القدس، هنشوف برضو بعد الكلام ده هيرجع يتحفظ عليه. فالآن أيها الإخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة، هو كان بيكتب من بره كورنس، هو عاش معاهم شوية، طلع يكمل دلوقتي، فبعت الرسالة مش من جوه كورنس، وهما بيحبوا بولس، فقال لهم لو أنا جيت لكم النهاردة، بولس جه كورنثوس حاجة كبيرة أوي، لو جيت لكم كورنثوس متكلما بألسنة ماذا أنفعكم؟ إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم. يعني لو بولس جه لغاية كورنثوس وقال كلام مش مفهوم، طب إيه فرق؟ حتى لو ما كانش جه مش فرق، لما بولس الرسول العظيم لما يروح كورنثوس
يقول لهم تعليم، يقول لهم نبوة، يقول لهم إعلان إلهي. كويس، حاجة كبيرة تفيدهم، إنما مجرد كلامه خلاص مش مفهوم. الأشياء العادمة النفوس، هيدي مثل لذيذ. يقول إيه؟ لو أنا مسكت آلة موسيقية ما بعرفش أعزف عليها، قعدت أخبط فيها، بعد كده الناس هتقول إيه؟ ما تسكت بقى، ما كفاية دوشة، لأنه الناس مش فاهمة أنا بعمل إيه، لا أنا بعرف أعزف عليها ولا الناس مبسوطة بالحركة دي. إنما لو جه فنان يعزف مقطوعة، الناس مستسيغة اللحن، فهماه، هيقولوا له كمل. فقال لهم هنا الأشياء العادمة النفوس، يعني بره النفوس خالص، الأدوات التي تعطي صوتا، مزمار أو قيثارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات، كيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ أنت هتخبط وبعدين تقول دي قطعة مثلا لبيتهوفن؟ لا طبعا، لا بيتهوفن ولا غيره، احنا فهمنا حاجة ولا سمعنا حاجة، دي دوشة. نفس اللي قاله الإصحاح اللي فات، قال لو كنت بتكلم بألسنة الناس والملائكة وما عنديش محبة بقيت إيه؟ نحاس يطن وصنج يرن. دي أدوات كانت عنده، لكن ممكن تعمل دوشة تبقى مزعج ترضى الناس، ما بقاش ليها قيمة. إنما الأدوات دي نفسها ممكن يبقى لها قيمة في مجال خاص، زي مثلا الألسنة في بداية الكنيسة كانت قيمة ضخمة جدا للكرازة في العالم كله. فإنه إن أعطى البوق أيضا صوت غير واضح، من يتهيأ للقتال؟ البلاد دي كان لغاية الزمن بتاع بولس، لما تحصل حرب في حراس على الأبواب معاهم أبواق، الأبواق دي زي الرادارات دلوقتي، يلقطوا إن في ناس جاية من بعيد تهجم، يقوم يبوق موسيقى كل الناس عارفاه أو لحن معين، انذار كل الناس تجري على المخابئ والعساكر تستعد للمعركة. إنما لو خبط في البوق اللي معاه كده وطلع أي صوت، ولا حد هيستعد للقتال. عاوز كل ده يقول إيه؟ لو الألسنة مش مفهومة إيه قيمتها؟ ده اللي عمالي نادي فيه، ده اللي عمالي يهاتي فيه، يقول يا جماعة بالعقل، لو البوق خبط ومفهمناش بيقول إيه، طب مين فينا هيجهز للقتال؟ هكذا أنتم أيضا إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم، فكيف يعرف ما تكلم به؟ بقت واضحة وصريحة، بيكلمهم هم بتوع كورنثوس، إذن هم مشغولين قوي بالموضوع ده وفرحانين بيه زيادة وفيهم شوية لخبطة. قال لهم أنتوا بقى لو قلتوا كلام محدش فاهمه، طب الناس استفادت إيه؟ فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء، يبقى تضيع وقت. ومين المستفيد بتضيع الوقت في الكنيسة بقى؟ مين اللي هيستفيد يعني؟ مش ربنا طب. وربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منها بلا معنى، يعني في فعلا لغات في العالم قد تكون بلا عدد، بولس بيقول كده، وما فيش لغة ملهاش معنى، يعني اللغة بالنسبة لشعبها ليها معنى بس بالنسبة لواحد تاني ملهاش معنى. هكذا فبيقول إذ كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. لو أنا مش فاهم، لو أنا سافرت بلد معرفش لغتها، تكلمت معاهم عربي هما ما يعرفوش عربي، وهما بيتكلموا لغة مثلا غريبة خالص عن اللغات المشهور، أنا لا فاهمهم ولا هما فاهمني، أنا غريب وهم غرب، أنا لا يمكن أوصل رسالة ولا هستقبل منهم رسالة. فهنا معلمنا بولس عمال يتكلم كلام بتعقل، خلي بالكم، لأنه التعقل نعمة من ربنا، تعقل غير العقلانية، العقلانية زي عبادة العقل، إنما التعقل ده فضيلة، يعني بالعقل كده. هو احنا ليه ما نتكلمش مع بعض نفس اللغة بدل الروح القدس ساكن فينا وعاوز يعلمنا درس؟ موضوع ببساطة كده. إن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية، يعني أنا شايفكم مشغولين قوي بالموضوع، متحمسين قوي للألسنة دي، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة. فكروا في الأول مش في مزاجكم، مش في البريق بتاع اللسان، مش حتى في بنيانك الشخصي، بص لمصلحة الكنيسة ككل، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة.
أن تزدادوا. يعني إيه؟ إذا كانت الموهبة دي هتفيد الكنيسة ككل، اطلب أن ربنا يزودها، ربنا يزيدك كل حاجة من أجل خلاص الناس. لما إذا ما كانتش الناس فاهمة اللي أنت بتقوله، طب الألسنة دي هتبقى عليك مش ليك بقى، تبقى إيه قيمتها إذا ما كانتش الناس هتستفيد؟ لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. يعني إيه؟ واحد عنده لسان عاوز يقف وسطينا ويقول هتكلم بلسان، أقول له طب صلي، عندك رسالة روحية مش عارف توصلها صلي، وربنا ما يقدرش يوصلها لنا من غير لغات غريبة صلي. مرة حصل في قداس كده، قريت القصة دي وعجبتني، يعني انه كان في راجل تقي في اسكندرية، راجل عجوز راح السماء، انما كان راجل بار وتقي وبتول وبيحب ربنا جدا، وجوه القداس جات له كده افكار روحية وتعزيات وقت القرايات، فكان في قلبه بيقول له يا رب نفسي اوصل التعزيات والمعاني الحلوة دي اللي انا حاسسها لكل الشعب، انما انا حتة راجل علماني بسيط. قام صلى وقال له يا رب ادي ابونا الكلام اللي انت اديته لي ده. فابونا طلع في الوعظة قال وعظة جميلة قوي. فالراجل راح لابونا بعد كده قال له ابونا على فكرة انا صليت لك الوعظة اللي انت قلتها دي، لان كل الكلام اللي انت قلته ده كان في قلبي وانا ما كنتش عارف اترجمه، كنتش عارف اقول انا، فقلت له يا رب خليه هو يقوله. شوفوا لاجل بنيان الكنيسة بساطة قلب، روح واحد في ابونا وفي الشخص. حتى ابونا قال له ساعتها يا ابني انا ما كنتش محضر، انا ما كنتش عارف انا قلت الكلام ده ازاي. لكن ايه، هنا تحس بالتقوى وبنيان الكنيسة والمحبة والتواضع، كلام اللي يمشي مع روح الكتاب. انما لو الراجل ده نط جوه الكنيسة وقال لازم تسمعوني وقعد يقول كلام محدش فاهمه، طب ومين يستفيد؟ انما لما صلى بالتضاع الفرحة اللي كانت جواه اتنقلت للناس. فيقول اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا، من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. دخل في موقف أعمق وقال بصوا حتى اللي فيكم بيصلي بلسان، هو خلص حكاية إيه اللي عنده لسان والناس مش فاهمة يسكت يصلي بس، بعدين هيدخل في أكتر من كده، يقول واللي بيصلي بلسان وهو مش فاهم بيقول إيه. طب أنا هفترض إن روحه بتصلي، طب ومخه وهو مش فاهم بيقول إيه؟ تعرفين إحنا لما نتعلم لحن قبطي كان دايما المعلم يقول لنا لازم تفهم المعنى الأول، اوعى تقول لحن ما تبقاش فاهم معناه، وإلا ينطبق عليك الشرط ده. إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي أما ذهني فهو بلا ثمر. لكن لو أنت فاهم معنى اللحن اللي بتقوله خلاص، حتى لو قلته بموسيقى أنت مستمتع بالمعنى، والنهاردة الكتب خدمت الحتة دي شوي. لكن لا يجوز أنك تكون بتقول كلام وأنت مش فاهم اللي أنت بتقوله، طب بقت صلاة إزاي إذا كنت مش فاهم أساسا أنت بتقول إيه؟ حتى من ناحية الصلاة فقدت قيمتها. إن كنت أصلي بلسان روحي تصلي أما ذهني فهو بلا ثمر. روحي تصلي بمعنى إيه؟ أحيانا جو الكنيسة أو جو الصلاة يدي إحساس بالروحانية والصلاة، لكن على مستوى الذهن لو أنا مش فاهم أبونا بيقول إيه أو الشماس بيقول إيه ومش معايا كتاب، ما أنا مش عارف أركز، ذهني بلا ثمر، يعني مفيش أفكار روحية مساعداني في الصلاة. إنما يجوز أن الواحد يكون فرحان بحضور ربنا. فما هو إذن الصح إيه بقى؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، ده الصح بقى، تصلي بروحك وتصلي بذهنك، فتبقى مخك شغال وانت بتصلي في معاني في تأملات في أفكار. أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، كل ده ضد الألسنة لأن الألسنة ما فيهاش ذهن، في تغييب للعقل. إنما هنا ترتل بالروح وترتل بالذهن، عشان كده برتل بلغة فهمنها. وإلا فإن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول آمين عند شكرك؟ يعني إيه؟ يبدو في المجتمعات دي كان في نفس النظام اللي احنا عندنا في القداس، أن الكاهن كان يصلي وبعدين الشعب يختم وراء الصلاة بكلمة آمين، زي تلاقوا مردات كتير قوي في القداس آمين.
طب انا لو مش عارف ابونا بيقول ايه اساسا هقول امين امتى؟ زي يدخل واحد جديد خالص على الكنيسه يقول احنا هنسجد امتى؟ احنا هنقف امتى؟ احنا هنقول امين امتى؟ ما هو مش عارف. انما لو الكلام واضح وصريح ومفهوم طبيعي انت في لحظه هتقول امين، يعني هتشارك الشعب في تاكيد الصلوه دي او في دعوتها من قلبك، مشاركه الكاهن اللي بيصلي او الشماس اللي بيصلي. فبيقول لو واحد بيبارك ربنا، يبارك ربنا يعني ينسب له البركه زي تسبيحه تمجيد لربنا. طب لما يخلص هو اساسا الشخص اللي مش فاهم بيتقال ايه مش هيعرف يقول امين، حتى امين مش هيعرف يقول لانه ما اشتركش باي درجه في الصلاه دي، لانه ما فهمش حاجه، لانه لا يعرف ماذا تقول. فانك انت تشكر حسنا، هنفترض انك فاهم ومستمتع بصلاتك فانت تشكر حسنا، ولكن الاخر لا يبنى. الشخص اللي يهمنا خلاصه شعب الكنيسه البسيط لا يبنى لانه مش فاهم. طب انت هتصلي، تعرفين ان احنا نميل لما نلاقي مثلا معلم الحان عاوز يقول الحان طويله قوي والشعب مش واصل لدرجه الاستمتاع دي، بنقول له لا بالراحه، الناس لسه مبتدئه مش قد لسه الالحان الطويله دي او الحاجات دي، استنى لما يحسوا بجمال اللحن بعد كده هم اللي هيقولوا عاوزين اللحن ده. انما لا، العيب مش في اللحن، لكن الشعب لو مش فاهم ومش متابع يبقى واحد عمال لمزاجه او حتى لصلاته خاصه طب يخليها في مخدع. انما على مستوى الكنيسه ككل لازم الكل يبنى، لازم تبقى الجرعه روحيه لكل الموجودين. انت فانك انت تشكر حسنا ولكن الاخر لا يبنى. شوفوا بقى الاعلان اللي جاي ده، اشكر الهي اني اتكلم بالسنه اكثر من جميعكم. مفاجاه بالنسبه له، مفاجاه. هم فاكرينه بقى ايه، غيران شكله، لانه يعني ليه في المعجزات كتير بس ما حدش يعرف انه كان عنده السنه. هنا اعترف وقال ايه رايكم ان انا بتكلم بالسنه اكتر منكم كلكم. اكتر معناها لغات مختلفه كتير قوي، وبيشكر ربنا في اول الكلام. شوفوا حرص معلمنا بولس بقى، شوفوا المنهج الروحي المظبوط، لما يتكلم عن حاجه خاصه دي لازم يبتدي يقول ايه، اشكر الهي، لان دي مش ملهاش فيها فضل، ملهاش فيها فضل خالص، دي نعمة، دي موهبة. إن كان عليا أنا بتكلم بألسنة أكتر منكم كلكم. يعني طب أمال بس زعلان ليه؟ يقول أقول ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم خمس كلمات بذهني بعقل، الناس تفهم، لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمة بلسان. دي طبعا تحل كل الإشكالات، دي جابها على نفسه، قال لهم صدقوني لما أقول خمس كلمات، يعني كأنه بيقول آية، لو قلت لهم آية واحدة تتفهم أهم من أن أنا أقعد أقول 10,000 كلمة محدش فاهم حاجة. هنا طبعا كلام صريح ضد إساءة استخدام الألسنة، ضد انحراف الألسنة. واضح أن الوعظ هنا أهم كتير قوي أو التنبؤ من مجرد التباهي بالألسنة. أيها الإخوة، هو قال بقى المفيد، فعاوز يقول لهم إيه، احسبوها بقى، فكروا فيها كده، تعقلوا يعني. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، أما في الأذهان فكونوا كاملين. يعني إيه؟ يعني بلاش حد يضحك عليكم، ما تبقوش صغيرين في تفكيركم قدام الشر، خليكوا عيال صغيرين. يعني ايه؟ الطفل قدام الشر ما يعرفش الشر، الطفل البريء الصغير ما يميزش الغلط، ما يفهموش. لو قلت له زنا ما يفهمش الكلمه الوحشه دي، ما يعرفش. لو قلت له حتى سرقه وهو 3 سنين ما يفهمش. لو سمع شتيمه بعيد عنكم ما يفهمهاش. هنا اولادا في الشر، دي فضيله، عشان هو عارف ان المسيح قال يا ريتكم تبقوا اطفال، بس يقصد في ايه؟ تجاه الشر اطفال. انما في الذهن يعني في التعقل في النضج، لا ما تبقوش صغيرين، مش اي حد يمشيكم، مش اي كلام يمشي،
لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، أما في الأذهان فكونوا كاملين. يبقى في نضج روحي، في وعي روحي، في ذهن روحي مستنير يميز يقول لا دي ايه قيمتها لبنيان الكنيسة، دي هتروح لمجد أصحابها، وإن كان ليها استخدام في وقت أو في مجال، مش لازم تعمم في كل وقت وكل مجال. أما الوعظ والتنبه والتعليم هيفضل له مجال إلى آخر الدهور. أما في الأذهان فكونوا كاملين. طبعا كونوا أولادا في الشر دي بقى يعني تستاهل إن احنا نتأمل فيها كتير. احنا لما بنكبر مخنا للأسف بيكبر ويستوعب حاجات كتير، بس من ضمن ما بيستوعب شر كتير. مين اللي يفضل وهو كبير ما بيفهمش الغلط، ما بيعرفش الغلط، ملوش في الغلط، الكلام الشر يعدي جنبه كأنه طفل بريء، صور الشر تعدي قدامه كأنه طفل بريء، مؤامرات الشر تحاك من حوله وهو طفل بريء. طبعا إنما في الأذهان يعني في الحكمة لا، هو كامل. طبعا ربنا يسوع له المجد قال نفس المعنى، وهو صاحب المعنى ده لما قال كونوا بسطاء كالحماء وكونوا حكماء كالحياة، نفس الفكر. خليك بسيط قوي فالشر انت ملكش فيه خالص، وخليك حكيم قوي فتبقى واعي جدا مش اي حاجة تسوقك في اتجاه غلط. مكتوب في الناموس أني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. دي هتلاقوها في أشعية 28. كان بيقولها ربنا مقصود بها إيه، وإيه قيمة استخدام النبوة دي دلوقتي. بولس بيقول لهم ده في الناموس، يقصد الناموس يعني كل العهد القديم. ساعات تقال كلمة الناموس على كل كتب العهد القديم. قال لهم ربنا لما غلب في خطاب شعبه انه يتوبهم، قال لهم هعلمكم من لغات اخرى، هخلي شعب اخر بلغه اخرى توصل لكم اللي ما كنتوش راضيين تقبلوه مني. يقصد بها ايه؟ يقصد بها السبي. لما راحوا تسابوا البابل، على انهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، بقوا يتحصر، قالوا ما سمعناش صوت ربنا ليه بالذوق، وكنا تبنا كنا عدنا في بلادنا، انما بسبب عندنا وقسوة قلبنا لازم نسمع اللغات الغريبة دي عشان تفوقنا. خدين بالكم، فكان ربنا بيتنبأ على فم أشعية بيقول لهم انا هكلمكم بلغات اخرى. يبدو ان الآية دي استخدمت، خلي بالكم، عند اصحاب الألسنة لتأكيد فكرتهم ان احنا هنكلمكم بلغات اخرى عشان تقبلوا. فقال لهم استنوا بس، هم هناك اللغات الاخرى كان معناها ايه؟ فاشعياء ببساطة هم لما تسابوا بقت بيسمعوا لغة اخرى، لكن دي بتفكرهم باللي عملوه في ربنا، بالعند بتاعهم، فتابوا في بابل افتكروا كلمة ربنا. فهنا هيطلع منها معلمنا بولس بمعنى عميق، يقول لهم بصوا بتوع بابل كانوا يقولوا لهم ايه؟ قولوا لنا حاجة من حاجاتكم. فكانوا يقولوا كيف نسبح الرب ونحن في أرض غريبة، ويتوبوا. فقال لهم شوفوا اللغات إذن آية لغير المؤمنين، يعني اللي ما عندوش إيمان يجوز أن ربنا يستخدم لغة أخرى لتبشيره، يعني لغته هو لتبشيره، انما ازاي تبقى ايه للمؤمنين اللي بيتكلموا نفس اللغه؟ نشوف. يقول اذا الالسنه، نكمل، مكتوب في الناموس اني بذوي السنه اخرى وبشفان اخرى ساكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. يعني هم في باب الاغلبهم برضو ما تابوش. اذا الالسنه ايه يعني معجزه، موهبه، حاجه عجيبه، لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. برضو ده إعلان مهم قوي، يعني إحنا كلنا عندنا إيمان بربنا يسوع له المجد، في قيمة إن حد فينا يتكلم بألسنة، إنما يمكن لما تروح بلد محدش يعرف فيها لغتك وتبقى نفسك تقول لهم كلمة عن ربنا، مين عارف؟ تبقى آية لغير المؤمنين،
لكن ليس لها موضع في كنيسة كلها بتتكلم لغة واحدة كلها إيمان. آية لغير المؤمنين، لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. يعني إيه؟ ما أنتوا كلكم مؤمنين، ومن جايين الكنيسة ليه؟ عشان نتعلم ونتوعظ ونتوب ونقرب من ربنا. فدي إذا مفيدة لكلنا. لكن لما نتكلم لغة غريبة نكلم بها الناس الغرب. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون أنكم تهزون؟ شوفوا بقى الضغط الجامد ده، هو فضل بالزوج كده إنما دخل في الآخر يشد بقى. قال لهم بذمتكم كده بقى، لو إحنا قاعدين في كنيسة وطلعوا كذا ثلاثة أربعة اتكلموا بلغات محدش فاهم حاجة، لا اللي قاعد فاهم حاجة ولا اللي بيقول فاهم ولا اللي داخل من الشارع فاهم. اللي داخل من الشارع هيقول الناس دي بتعمل ايه؟ بتهزي. تهزي يعني بتهلوس، تخرف. ايه الناس دي؟ فهو بيقول لهم بعد ما كانت الألسنة آية لغير المؤمنين هتبقى مجال استهزاء من غير المؤمنين إذا ما كانش ليها الحدود اللي حطها الروح القدس، ما كانتش ألسنة حقيقية لبنيان الكنيسة. دي بدل ما هتبقى آية لغير المؤمنين هتبقى سبب سخرية من غير المؤمنين. أفلا يقولون أنكم تهزون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع. يعني لو دخل حد غير مؤمن أو عامي ما يعرفش بالنسبة للإيمان حاجة، لكن فهم اللغة اللي بنقولها، تكلم نفس اللغة بتاعته والكلام فيه روحانية من روح الله، وكل غرضنا التوبة وخلاص النفس والإيمان بالمسيح له المجد، تفكير في الحياة الأبدية، قلبه يدق يتحرك ينخس في قلبه فيقول أنا عاوز أبقى زيكم، لأنه كلام مفهوم والكلام المفهوم يحرك القلب. فهنا يقول يوبخ من الجميع. إذا رسالة النبوة دايما تحمل روح التوبيخ، والتوبيخ من أجل التوبة، روح النخس عشان الشخص غير المؤمن يدخل الإيمان ويتوب. يحكم عليه من الجميع، يحس أن كل الناس اللي بتتكلم جوه الكنيسة دي بيتكلموا كلام حلو وكلام مفهوم وكلام يدخل القلب وكلام يغير، بس مش كلام طلاسم. يحكم عليه من الجميع، يحكم عليه يعني مش نقعد نحكم عليه، لا يعني يشعر انه محكوم عليه من الكلام ده، ان الكلام داخل قلبه زي السيف، زي الكلمة اللي قالها بولس في عبرانيين لما قال كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف زي حدين. فالكلمة تدخل جوه قلبه تحكم على أفكاره، تقول له انت ماشي غلط. وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، نفس التعبير اللي استخدمه في عبرانيين، الكلمة الله أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة أمامه. يعني كأن كلمة ربنا تدخل جوه القلب تنور على كل المستخبي. فلو داخل شخص عامي غير مؤمن سمع كلمة ربنا بتتقال ببساطة وبعمق وبروحانية، تتنور جواه فتكشف له مأساته وظلمته وبعده عن ربنا، وتنور له طريق الإيمان والتوبة، ويقول أنا عاوز أبقى زيكم. وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. هذا هو أجمل منظر للاجتماع الروحي. هو ده اللي بيقوله بولس، يقولوا في اجتماعاتنا الروحية كان في بيوتنا ولا كنايسنا نبقى قاعدين بنتكلم نفس اللغة بروحانية، بروح الصلاة، بكلمات حقيقية من الكتاب، بنوعظ بعض وبنتعلم من بعض. لما يدخل شخص يقول لا انتوا فيكم ربنا، هو ده الصح، ده الطبيعي. انما لو قاعدين كل واحد بيتكلم في حاله بلغة مختلفة هيقول الناس دي شاربة ايه وملخبطة ليه كده، ماشي؟ فبيقول يخر على وجهه ويسجد لله. تصوروا ان منظر الكنيسة الصح، كنيسة اللي مليانة روحانية وتوبة وتعليم مستقيم وصلاة حقيقية، تجعل الشخص اللي داخلها يتأثر لدرجة السجود
والاعتراف بخطيته ويعترف أمام ضميره أن الناس دي فيهم ربنا. هي ده بقى الشغل المظبوط. يسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. فما هو إذن؟ يعني نوصل لإيه من الكلام؟ أيها الإخوة، لا تجتمعتم كل واحد منكم له مزمور. له مزمور، طبعا إيه له مزمور؟ يعني في ناس كانت زي المرتلين كده، يقول مزمور مرتل، فيقولوا الناس كلها تشترك، اللي حافظ يشارك واللي مش حافظ بيتأمل، وده مفيد قوي. إذا صلاة المزامير أو استخدام المزامير في اجتماعات الكنيسة مش اختراع، ده موجود من أيام بولس الرسول. ما تجتمعتم كل واحد له مزمور، لغاية النهاردة تلاقوا الشماس يوزع علينا المزامير، إن كان في عشية ولا في باكر القداس. له تعليم، له لسان، بس هيحط لها تاني الحدود، له إعلان، له ترجمة، أهم حاجة فليكن كل شيء للبنيان. لازم كل حاجة للبنيان. صدقوني لما يطلع شماس يقرأ في القداس ويقول كلام ما حدش فهمه، بنخطو على جنب بنقول له انت دلوقتي قلت ايه؟ الناس ما فهمتكش. هي القراية دي طلاسم ولا قراية عشان كلنا نفهم اللي بتعلمه لنا الكنيسة؟ ما انت بولس قال ايه ولا بطرس ولا يعقوب؟ ده احنا بنقول للشماس اللي ما بيعرفش يقرأ لا، لازم تتعلم تقرأ عشان الشعب يفهم القراية. ليكن كل شيء للبنيان. كل شيء لازم يبقى للبنيان. احنا مش بنعمل حاجة تأدية واجب، احنا عاوزين نكبر في معرفة ربنا عشان نوصل السماء. فليكن كل شيء للبنيان. ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. وان لكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة، عشان يبان ان هو ما قفلش على الألسنة. قال بص لو في حد بيتكلم بألسنة ماشي، اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة، لكن بنظام عشان ما يطلعش اي واحد في اي واحد ويقول اي حاجة. وبعدين لازم يكون في ترجمة للي بيتقال، لو ما فيش ترجمة للي بيتقال يقعد ويصلي بينه وبين ربنا بس. فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. اما الانبياء فليتكلم اثنين او ثلاثة وليحكم الاخرون. برضو يحكم يعني ايه؟ هي مش مسابقة، مش تنافس، انما يحكم يعني ايه؟ يعني انت جواك الروح القدس وجواك تمييز او حكمة. هنا يحكم جاي من حكمة او تمييز، لألا حتى روح الانبياء تتغش. لان في روح انبياء كذبة، ممكن يطلع واحد يعلم تعليم ويقول كلام مش مظبوط مع ان شكل الكلام حلو. فليحكم الاخرون يعني ايه؟ يعني مش انت شعب وملكش في التعليم مثلا، انما انت جواك تمييز. انت في الكنيسة دي بقالك عشرات السنين وعرفت الصح من الغلط. انت ممكن في لحظة تقول لا انا مش مرتاح للكلام ده، الكلام ده استلمناهوش، الكلام ده تعارض مع روح الكتاب. هنا مش مقصود بالحكم اللي يحكم الآخرون يعني نقيم المتكلم، لا، مقصود به الحرص على سلامة التعليم، سلامة الإيمان. تعرفين لما طلع أريوس في القرن الثالث مثلا، شعب اسكندرية البسيط هم أول ناس هاجوا على هذا الخطيب المفوه المثقف الفيلسوف الكاهن، إنما مش عاجبهم كلام. ليه؟ قالوا مش بيمجد المسيح كما نمجده، مش بيديله مجد الآب، حطوا أقل من الآب وراحوا اشتكوا للبطرك. الشعب حكم لأنه شعب تربي صح، فعنده تمييز، فمرتاحش اللي بيتقال، الكلام في حاجة مش حلو، مش مريح، مش ماشي مع الروح اللي استلمناه، مع أن التاني كان خبيث. يعني يقعد يقول المسيح مخلصنا، مسيح فدينا، مسيح مات عشاننا، كلام صح. لما يجي في حتة نفس مساواته للآب في الجوهر ويقصها ويختصرها لغاية ما أعلن عن موقفه أنه لا يرى المسيح إلها كاملا. إنما من بدري الشعب ابتدى يقلق منه لأنه فصلهم الاب عن الابن كتير، وضع الاب في مكانه والابن اقل منه. فكر فلسفي.
فهنا بيقول الأنبياء فليتكلم اثنين أو ثلاثة وليحكم الآخرون، ولكن إن أعلن لآخر جالس فليسكت الأول. كأن في إيه؟ في اجتماعات، في نظام. واحد خلص، تفضل ارتاح، تفضل أنت. أو لما يشاوروا له يسكت، يسكت. ليه؟ لأنه واضح إن بتوع الألسنة ما عندهمش فرامل، فما بيسكتوش. فالموضوع ممكن يدخل تبقى الحكاية هزة. عشان كده هيقول هنا: لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا، ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. يعني إيه الآية دي؟ يعني اللي عنده موهبة مش بتطلع منه غصب عنه، هو عنده كنترول على نفسه، عنده ضبط النفس. لما تقروا قصص أباء الكنيسة القديسين تلاقوا قديسين كتير كان عندهم موهبة إخراج الشياطين، موهبة صنع معجزات، إنما كان ممكن يهرب وما يعملش المعجز. هو ياخد ضابط نفسه، كان يضبط نفسه. ليه؟ لأن أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لدرجة كانوا ساعات يتأمروا إنه يعملها من غير ما يقصد. واحد من القديسين كان مشهور بالمعجزات، وكان راهب بسيط، ولا يمكن لو حد جه يصلي له على مرض كان يهرب، لأنه مش عاوز يبين الموهبة. وبعدين ولد خد علقة كده، شاب صغير 15 سنة ومات في جوه الدير من العمال. واحد كان ضربه من الطباخ حاجة زي كده، فقالوا هنعمل ايه؟ الولد مات. فالرهبان اتفقوا بإيمانهم البسيط، روحوا حطوه مطرح ما بيقف أبونا يصلي نص الليل. ده كان قبل صلاة نص الليل بكم ساعة. فراح أبونا داخل القديس ده وهو مش دريان، وقف مطرح ما بيقف كل يوم، فلقى الولد نايم جنبه هو مش عارف. فغمزه كده وقال له: قوم يا واد فز، الصلاة ابتدت. قام يجري. واخدين بالكم؟ فهي ببساطة ايه؟ هم مش عاوز يبين ان في معجزات ومواهب، لكن ربنا عمال يديله مجد وكرامة. وبعد كده صعب عليه، وكان هيسيب لهم الدير بعد كده. آخر حاجة نقول: أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. نختم بدي. ربنا إله نظام مش إله تشويش. تشويش يعني فوضى، يعني أي حاجة، يعني كله في نفس الحس وفي نفس الصوت وكله يمشي. لا، الله إلهنا ليس إله تشويش، إله نظام. كل حاجة يبقى كلمة نظام هنا تقسيم.